المملكة العربية السعودية صارت الوجهة الأولى للموضة والأزياء. الزي السعودي هي عبايتنا السعودية وهويتنا. أوجه تحية لمعرض الكتاب على اهتمامهم، وربنا وفقني أن أكون في الجلسة الحوارية دي. ناقشنا موضوع استدامة العباية إنها كموروث هنا في السعودية. تعرف المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف وفيها حدود ثقافية، حدود مناخية، حدود سياسية مختلفة أثرت على تنوع الثقافة فيها، وكل منطقة أحلى من الثانية بتتميز في تراثها. دحين زي ما تقول التراث السعودي قادم بقوة. الحمد لله المملكة العربية السعودية مؤخرا صارت الوجهة الأولى للموضة والأزياء والسياحة وصناعة السينما كمان. أنا اليوم لابسة من تصاميمي، ودائما إطلالتي تكون بدا الشكل، أحسها اختصار لهويتي. رؤيتي ورسالتي في عبايات نوفس ديري هو المحافظة على العباية، لأنها هي زي اللي يمثل المرأة السعودية، فنوعنا فيها وشكلنا، وبنبغاها تكون مستمرة إن شاء الله، لأنها تمثل المرأة السعودية بشكل خاص والخليجية والعربية بشكل عام. الموضة العالمية الآن توجهت إلى لاين هو المودست كلوث، المودست اللي هو المحتشم، والعباية هي محتشمة. فكوننا بنحافظ على العباية، إحنا الآن متوجهين بنفس رؤية المودست كلوث، فالعباية هي أصلا مودست وهي تحافظ على خصوصية المرأة.